ورجعنا لكم مرة تانية ووصلنا معاكم لآخر فقرات حلقتنا الستات بتلعبها صح. الست اللي لعبتها صح ومعنا النهاردة واحدة من أهم لاعبات الجيل الحالي للكرة الطايرة، هي من القليلين اللي بيلعبوا كرة طايرة داخل الصالات وكمان كرة طايرة شاطئية. مش بس كده، هي بتعتبر من المؤسسين للكرة الطايرة الشاطئية للسيدات في مصر. انتقلت للأهلي بعد ما تألقت مع فريقها السابق وادي دجلة، ولما وصلت للقلعة الحمراء حصدت معاها كل الألقاب سواء إفريقيا أو الدوري أو كمان الكاس. خطفت أنظار العالم كله في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 بسبب التزامها بالمايو الشرعي والحجاب، وده خلاها محط أنظار كل وكالات الأنباء العالمية. بالزبط. تعالوا نشوف مين معانا النهاردة. منورانا طبعا زي ما شفنا كابتن دعاء الغباشي لاعبة الأهلي ومنتخب مصر للكرة الطايرة، أهلا بيكي ومنورانا في الحديث. أهلا بيكو، أنا مبسوطة جدا أن أنا معاكم النهاردة والله. مبدئيا متقامة زينا كده زي أميرة. أيوه. شوية شيماء كانت متقامة معايا، احنا كل يوم كده الضيف بيبقى متقام مع حد فينا. بعد كده تقولوا نلبس ايه على حسب اللي انتوا لابسينه. دعاء منورانا. مشوارك مش سهل، مشوارك صعب، مش بس لعيبة رياضة وناجحة وكده، بس مشوارك بالحجاب اكيد كان صعب. عايز اعرف البداية كانت ازاي. انا بقالي يعني بلعب فولي عامه من وانا عندي 6 سنين، يعني انا تقريبا بقالي 20 سنه بلعب فولي. بدات بيج فولي في 2014 مع المنتخب، ودي كانت اول بدايه ليا في البيج فولي في مصر. كانت بطوله افريقيا، وبعد كده تصفيات الاولمبياد كانت مؤهله لريو. يعني دي كانت اول مره مصر تشارك بفرقه بنات ونتاهل لاول مره فريق عربي يتاهل لاولمبياد في لعبه البيج فولي، وكنت انا اول لاعبه العب في حدث كبير زي ده بالحجاب. فطبعا الموضوع كان مختلف شويه، ان اللعبه دي ليها رولز، يعني ان احنا لازم نلعب بالبكيني. كنت طبعا حاجة مختلفة بالنسبة للرولز بتاعت اللعبة، بس كان يعني ازاي وافقوا، يعني ازاي الرولز اتكسرت، يعني اكسكيوز بقى كان من دكتور عمرو علواني، كان هو رئيس الاتحاد الافريقي ونائب رئيس الاتحاد الدولي. هو يعني عمل لي اكسكيوز للناس المحجبين، وخلاص لحد دلوقتي لسه القرار ده موجود، ان اي لعيب من حقه ان هو يلعب اللعبه اللي هو عايزها ويبقى موجود في كل المحافل اللي هو قدر يوصل بيها بمجهوده باللبس اللي هو يحبه، مش اللي احنا نقرره له. حتى وقتها كان في جمله، رغم اختلاف الثقافات الا ان الحاجه الوحيده اللي بتجمع بين الثقافات دي هي الرياضه. يعني فكل واحد حر في ثقافته، كل واحد حر في لبسه، اهم حاجه كل واحد بيعمل حاجه اللي هو بيحبها. صح بالظبط كده. ايه القريب لقلبك، يعني البيتش فولي ولا الفولي؟ ممكن البيتش فولي شويه، عشان انا قدرت اعمل فيه قوانين جديده، وكنت انا اول واحده اعمل. يعني النقله جت ازاي، يعني انت ابتديتيها ازاي، وبعدين امتى بقى لقيتي نفسك بتحبي اكتر ان انت تكملي في البيتش فولي؟ هو انا كده كده دلوقتي بلعب الاثنين. اوكي. فرهوده قوي. كل اصحابي بيقولوا لي كده. اوكي. فيعني انا بلعب في المنتخب بيتش فولي، وكمان من بعد بقى ما احنا بقينا كويسين وبناخد افريقيا في المنتخب وابطال عرب، بقى في دلوقتي دوري بيتش فولي في مصر. الحمد لله الدوري ده اتعمل 2016، لحد دلوقتي انا باخد اول في الدوري ده الحمد لله. حتى مع النادي الاهلي، حتى ان شاء الله بكره مسافرين عندنا بطوله بيتش فولي، الدوري يعني بتاع البيتش فولي في مصر. وان شاء الله هنلعبه في العين السخنه. هرجع هيبقى عندي ماتشات اندور، ماتش الدوري اهلي وزمالك هيبقى يوم 5، فيعني ما فيش راحه، برجع من هنا على هنا. ايوه. احنا هنعرف منك حاجات كتير. لسه مكملين طبعا مع ضيفتنا اللي منورانا كابتن دعاء غباشي، لسه هنتكلم كتير، هنطلع فاصل ونرجع تاني، استنونا. ورجعنا لكم مره ثانيه ولسه بنكمل حوارنا مع ضيفتنا الجميله الكابتن دعاء الغباشي، نجمه النادي الاهلي ومنتخب مصر في كره الطايره. الاسئله اللي جايه صعبه شويتين، خلي بالك. اوكي. بحذرك. اوكي. اتفضلي هند. خلينا قبل ما نروح كمان الاسئله الصعبه، عايزه الناس تعرف الفرق بين كره الطايره الشاطئيه والصالات. ايه الفرق بين دي ودي؟ يعني هو تقريبا نفس اللعبه، بس بنختلف في الرولز شويه. ودي 6 لعيبه، والبيتش فولي 2 لعيبه بس.
فطبعا زوجي اتنين قدام اتنين. فالمجهود طبعا بدل ما بيتوزع على 6 لعيبه، لا بيتوزع على 2 لعيبه بس، فبيبقى اكتر بكتير قوي. كمان احنا بنلعب في الصاله، لا في البيتش فولي بنلعب في الرمله وبالشمس، يعني كل العوامل المناخ ضدنا. فالاندور طبعا احنا بنبقى 6 وبنلعب في الصاله والتكييف شغال ومفيش اي مشكله خالص. فده سبب حبي اكتر للبيتش فولي، ان انا بحس ان هي يعني لعبه فرديه اكتر وهي بالظبط هي فيها تحديات كتير قوي للشخص نفسه، عشان انا بفضل العب على لعيب واحد طول الماتش، هو اللي بيستقبل وهو اللي بيضرب، وفي لعيب تاني هو اللي بيرفع له بس. فطبعا اللعيب اللي بيتلعب عليه ده طبعا بنموته يعني، مش بنسيبه بنبهدله. دي حقيقه. طيب عايزه اعرف منك، في ناس كتير بتقول ان الحجاب بيقيد، يعني مجرد ما ارتديتي الحجاب في حركات كتير البنت ما تقدرش تعملها وتبقى عليها تحفظ كبير قوي، انت بتشوفي ده ازاي؟ هل الحجاب بيعارض الرياضه، بيعارضك ان انت شخصيا تبقي بطله؟ لا خالص، يعني ما عندنا نماذج كتير جدا في الاولمبيكس، فناس كتير اخذوا ميداليات وذهب كمان وهم بالحجاب. انا شايفه ان احنا نشيل موضوع الحجاب ده على جنب خالص، كل واحد بيعمل الحاجه اللي بيحبها من وجهه نظره باللبس اللي هو حبه، مش حد تاني هو اللي يقول ايه اللي بينفعني انا كلاعبه، ايه اللبس اللي يريحني انا، لا انا اللي مرتاحه من وجهه نظري انا باللبس ده، فانا بلعب فيه. انا لو مش مرتاحه فيه اكيد مش هلعب فيه. بالظبط. فكل واحد حر في لبسه، وكل واحد حر في طريقته وفي طريقه لبسه وفي كل حياته، وكل واحد يعمل الحاجه اللي هو بيحبها. برافو عليك. وهو لابس اللبس اللي هو عايزه، ومش حد تاني هو اللي بيقرره له. طالما زي ما انت بتقولي عارفه اتحرك فيه، عارفه بالزبط. اعمل التاسك انا لو مش قادره مش هوصل للمكان ده. صح. يعني انا قدرت اوصل للاولمبيكس وانا لابسه الحجاب، يعني اما اوصل هناك هيبقى الحجاب عامل لي مشكله؟ لا خالص، انا اصلا الحجاب اللي وصلني المكان ده، فاكيد مش هيبقى مشكله بالنسبه لي لما اوصل المكان ده. هو نفس اللعب اللي انا بلعبه، تماريني كلها بتمرن بالحجاب، فدي اكيد حاجه انا اخدت عليها خلاص، فمش عامله لي اي مشكله خالص. اخدتي عليها وغيرتي نظره المجتمع وخليتي بنات كتير قوي يتشجعوا ان هم يعملوا ده. وفي فرق كتير قوي بعد ماتشاتنا لبسوا زينا عشان تضامنا معانا، ولحد دلوقتي كان اندونيسيا ما كانش فيها لعبه البيتش فولي، بقت فيها دلوقتي وبيشاركوا في الرول. خلاص ما انت كتبتي اول قانون. بالظبط. صح. لانه فعلا هي الرولز اللي حطاها هو شخص، فاللي يغيرها شخص تاني مفيش مشكله. زي ما انت بتقولي كل واحد ومعتقداته، طالما انا اللبس انا بالنسبه لي انا برضو بشوف زي كانه اللبس 100% ملوش علاقه باللي انا بعمله في حياتي، اللبس ده حاجه تخصني، انا عايزه البس كذا عشان ده اللي انا بامن بيه، اللي بيريحني اكتر، وجزء من شخصيتي. برافو عليكي. طيب عايزه بقى اسالك على حاجه، دايما البطل او الرياضي سواء كان راجل او ست بيبقى عنده شويه تضحيات في حياته، يعني دايما يقول لك ايه يو هاف تو باي، انت لازم تدفع ثمن النجاح المعين. ايه الثمن اللي انت دفعتيه من حياتك عشان تبقي بطله؟ انا قعدت بعيد عن اهلي 12 سنه. يعني انا اصلا مش من القاهره، وعشان ابقى بطله وعشان اوصل للي انا وصلت له دلوقتي ده، انا كنت بسافر كل يوم واوقات كتير جدا كنت بروح واجي عشان ابقى ملتزمه مع النادي اللي انا بتمرن معاه. في اوقات كان في نادي بيقدر يوفر لي مكان ابقى موجوده فيه، وفي نادي مش بيقدر. فانا طبعا الموضوع ده بالنسبه لي كان تحدي قوي، ان انا طفله عندها 14 سنه، يعني طفله برضو مش كبيره. أيوة قوي. بسافر وبروح وباجي كل الاماكن اللي بيبقى موجود عندي ماتشات. بالظبط. القاهره بسافر القاهره لوحدي، بسافر انا من البحيره، بسافر اسكندريه لوحدي. البحيره ابعد من اسكندريه تقريبا. مسافه يعني. يعني من القاهره ساعتين ونص، زيها يعني اسكندريه ساعه ونص. فمن القاهره ساعتين ونص. مشوار طبعا. فطبعا كنت عندي 14 سنه وبقدر اسافر لوحدي واقدر ابات بره البيت، فدي حاجه كانت في الاول عامله مشكله معايا مع اهلي، بس مع الوقت هم عرفوا ان انا فعلا استحق ان هم يضحوا معايا زي ما انا بضحي. هم كمان يستحق يعني يسيبولي فرصه ان انا اوصل للحاجه اللي انا بحلم بيها، او اوصل بالحاجه اللي انا بتمناها. وفي الاخر هو ده قراري، وانا يعني هتحمل كل اخطائي وكل نتائجي، يعني لو كانت كويسه او مش كويسه انا اللي هتحملها في الاخر. الحمد لله كان عندهم ثقه كبيره في ان انا في يوم من الايام هبقى حاجه كبيره وهوصل للحاجه اللي انا حلمت بيها، والحمد لله هم كانوا اكتر ناس بيقفوا جنبي وبيقفوا ورايا،
طبعا كان موضوع ان ازاي بنت تعيش لوحدها وازاي بنت تسافر على طول. هم كانوا اكتر ناس واقفين في ظهري وكانوا اكتر ناس بيردوا غيبتي كانوا اهلي. والتضحيات اللي انا عملتها ان انا يعني حاجات كتير قوي ومناسبات كتير قوي مع اهلي ما كنتش بقدر ابقى موجوده فيها بسبب ماتشاتي وبسبب تمارين. تستاهلي تبقي مدعومه بجد من اهلك. الطايره الشاطئيه او الفولي بيتش يعني في مصر انت بتقولي ان احنا محتاجين كتير. وصلتوا فين انتوا دلوقتي فيها لغايه دلوقتي؟ احنا دلوقتي ان شاء الله باذن الله عندنا تصفيات اولمبياد باريس وكنا المفروض نتاهل لطوكيو بس يعني الحمد لله كان في حاله كورونا في الماتش الفاينل بتاعنا فاتمنعنا من اللعب اصلا للاسف. واحنا كنا المؤهلين والمرشحين ان احنا نتاهل فطبعا دي انا وقفت حياتي يعني انا متجوزه وموقفه حياتي بقالي سنتين عشان يعني المفروض كان سنه عشان طوكيو. فطبعا حسيت بخيبه امل كبيره جدا بعد ما يعني كنت ناويه ان شاء الله اتاهل طوكيو وبعد كده يعني اشوف حياتي وبيتي وبعد كده ارجع ان شاء الله العب تاني. بس طبعا بعد اللي حصل ده البلان كلها اتغيرت ولحد دلوقتي ان شاء الله عندي حلم جديد ان هو ان انا اتاهل لباريس. خلاص هنسى اللي فات ان شاء الله باذن الله حلمي اللي جاي ان انا اتاهل لباريس. طيب هنبتدي بقى كده شويه اسئله سريعه خلاص واجاباتها برده تبقى سريعه. اول سؤال ايه هوايتك المفضله بعيدا عن الرياضه؟ يعني ايه الحاجه بتعمليها كل يوم كده بعيدا عن الرياضه؟ الله طبخ يا حبيبتي ممكن تعزميني؟ الاكل بتحبي الاكل قوي. انا استاذه سي فود بس تاكلي وبتتمرني. لا استاذه هي بتاكل وبتتمرن. هي بتاكل وبتتمرن وانا كمان بتتمرن. ماشي البيت ولا الرياضه؟ ما ينفعش اقول الاثنين. لو يعني لو هتيجي لو في اختيار انك هتيجي حاجه على حاجه هاجي على ممكن اجي على بيتي شويه عشان جوزي بيقدر ده. حلو دي نعمه. الحمد لله هو مدرب على فكره في النادي الاهلي. اوكي حلوه قوي. طيب عندنا صوره هتشوفيها وتعلقي عليها. اوكي ده جوزي ده كريم صراحه هو اكتر واحد دعم ليا في الحياه مش في الفولي بس. يعني وانت بتتكلمي اصلا من قبل ما تقولي عايزه اقول لك ما شاء الله هو واضح ان هو داعم يعني صراحه يعني عشان كده بقول لك ممكن اجي عليها شويه فهو هيقدر يعني هي مش هتيجي هيشيل هو شويه لغايه لما انت تعدي المهمه بتاعتك. على فكره كمان فكره عارفه دايما يقول لكم بلاش اتنين بيشتغلوا نفس الشغلانه او بيعملوا نفس الحاجه يتجوزوا. انا ضد ده يعني. هو جوزها لعب كره طايره في النادي الاهلي وهي كمان اعتقد انه علشان فاهم فقادر ان هو يدعمك. ايوه طبعا انا بالنسبه لي انا لو حد مش فاهم مجالي او حد فاهم لعبتي لا مشكله كبيره قوي انك تقنعي فيه ان هو اصلا يستنى معاكي وياجل حياته برده معاكي عشان حاجه انت عايزاها وحاجه بتتمنيها وهو الوحيد اللي مؤمن بيها وحاسس يعني ايه واحده نفسها توصل للاولمبيكس تاني عشان هي راحت مره عشان هو كان نفسه يوصل وحصلت اصابه وبطل بسببها فهو حاسس بالحاجه اللي انا نفسي فيها فهو بيدعمني فيها. برافو والله والله بشجعه والله بوجه له تحيه. شكرا. يلا انا عايز اعرف نجمك المفضل. هتصدقيني؟ هصدقك طبعا. هتصدقيني؟ انا عرفت فهمي. مين؟ طب قولي انا. طب احمد فهمي. لا احمد فهمي اللي جبناه كلنا. احمد فهمي ورامي جمال الاثنين. بجد؟ الاثنين حبايبنا. عشان كده عشان كده رامي جمال حبيبي. طيب عايزه بقى اسالك عن حاجه من اكتر اللحظات فخر في مشوارك تكريم سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي ليكي. عايزه بقى تكلميني عن احساسك في اللحظه دي. هو طبعا اول حاجه اول ما قالوا لنا ان احنا هنتكرم من الرئيس انا كنت بستعد ومش عارفه يعني ايه هتكرم من الرئيس ويعني ايه وسام. فدي كانت حاجه بالنسبه لي لا يعني انا عايزه اروح اكتشف ايه اللي هيحصل. فرحت ولقيت يعني الناس دي كلها قاعده مستنيانا والناس دي كلها بتشجعنا وطبعا كانت لفته طيبه جدا من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي دايما داعم للابطال وللرياضيين. فكانت بالنسبه لي هو فعلا وسام وسام ودي حاجه كبيره قوي بالنسبه لي انا هفضل افتخر بيها طول الحياه وطول مشوار الرياضي. هي الصوره دي هي دي الصوره اللي انت أيوة قصدك عليها؟ هي دي الصوره من عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه الى وسام الدرجه الاولى دعاء توفيق تقدير. لا لا دي ورقه مهمه ينفع اغير اسمك احط اسمي بدلها خدها. طيب عايزين بقى لو انت ما كنتيش لعبت كره طايره كنت تتمني تعملي ايه الرياضه اللي تمارسيها؟ يعني يا كوره يا هاندبول. كوره فوتبول يعني انا فراقه شويه واندفاعيه
فاي لعبه فيها خناقات هتلاقيني فيها كويس. مين اكتر لعيب كوره بتحبيه في كريستيانو؟ كريستيانو. وفي مصر؟ محمد صلاح. محمد صلاح. لا في الدوري المصري يعني خلينا كلنا بنحب محمد صلاح. يعني بالنسبه لي انا علي معلول في الدوري المصري وفي الاهلي. اوكي اوكي. هي هو انت جاوبتي بس هسالك برضو عشان لو عايزه تراجعي نفسك. أوكي. تركيزك في الرياضه اثر على حياتك الشخصيه؟ لا الحمد لله. تمام. حياتك الشخصيه دي كمان بتشمل غير الجواز، صداقاتك؟ لا يعني عيلتك. يعني انا دلوقتي حاليا صحابي بقوا برضو في نفس الاريا بتاعه البولي. وصحابي اللي هم بتوع المدرسه وبتوع الجامعه دول لسه لحد دلوقتي على تواصل معاهم. ما انا ايامي كلها مش بفضل اقضيها في النادي، اكيد طبعا في وقت بيبقى عندي فاضي بقدر اخرج فيه مع صحابي برضو. بقدر اشوف اهلي، بقدر يبقى في فاميلي داي، الحاجات دي كلها. فالحمد لله يعني قادره اوفق بين الحاجات دي كلها. فهميكي فهميكي. طيب. انا مبسوطه ان انت كنتي موجوده معانا النهارده. انا كمان قوي. ايه وقتنا خلص خلاص؟ للاسف الشديد. شفتي بقى والله عايزه اسالك اسئله كتير قوي. انا والله مبسوطه قوي بجد ان انا كنت معاكم النهارده، وان شاء الله باذن الله ابقى معاكم تاني. اكيد. وانت بقى بميداليه كده تحفه تيجي هنا نقعد ونعمل معاكي اهل ان شاء الله تبقوا تجيبوني ان شاء الله. بشكرك جدا كابتن دعاء الغباشي نجمه النادي الاهلي ومنتخب مصر في الكره الطايره، بنتمنى لك كل التوفيق وبطولات كتير ونجاحات كتير 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 ان شاء الله، وتبقي دايما معانا هنا في فقره الحريفه ان شاء الله. شكرا ليكي جدا. وبكده تكون خلصت حلقات فقرتنا النهارده، فقرات جديده ومفاجات كتيره ان شاء الله.